هتجيب الموضوع حتى ينزلوا، يعني حتى ينزلوا، اذا نزلوا صحيح كل واحد الدغل يحجوا عند ابو عماد. يا ابو عماد، يا ابو عماد اسال الاستاذه ريم متى اول مره جلست عليك؟ يا اخي عليك لعنه الله، هذا عيب السؤال، عيب ما اسال السؤال. يجيب من مخه الاسئله عامل زيي، اكون قاعد اقول ايه شكرا شكرا، انا عارفه اني انا جميله وحلوه، مش عارفه اقرا من مخي. ما تجيبي على ولا هتخلي السؤال على جنب. ابو عمان اسالك سؤال؟ لا تجيبي على تبي اسالك. ابو عماد تخيل والمذيعين يتنمروا عليا ويقعدوا يخمسوا في وشي ويقولوا لي ايه خمسه على ايه، مش عارفه. حسوديين لانك حلوه وطيبه وجميله و... الجيب المقطوع. ايه هو الجيب المقطوع؟ الجيب المقطوع هتصير هالمشطوط اللي هو ايه؟ الجيب اللي هو ايه بقى؟ جيبك مقطوع. مش حقيقي لانه بيخلوش تسالي. انتوا مش مخلصين ابو عماد، ما دعمونا، ما دعمونا، ما دعمتش. لا 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 لو سمحت تسال تسال ريم هل تحب السلاح الكبير او الصغير؟ الله يلعنك انت وسؤالك، الله يلعنك انت وسؤالك. ارعبي ديما، ارعبي يا ديما. ايش من سؤالات هذه يا اخوان؟ الألم يا عمري. العلاج روايتي عرب. يلا اتشرفت بيك، اسيبك تاخد